عارفه. لا الذين يقفون مع نطالب بتوفير الحماية الدولية لأسرانا، نطالب بمحاكمة المجرمين الإسرائيليين على جرائمهم المستمرة ضد شعبنا وضد أسرانا في سجون الاحتلال في بلدنا، من أجل قدسنا، من أجل استقلالنا، من أجل فيا شعب فلسطين نداء مروان. إضراب مفتوح عن الطعام قضاه اليوم صباح الآن ما يقارب 1300 أسير فلسطيني بقيادة الأسير مروان البرغوثي، مما أعطى هذا اليوم زخما جديدا وعمقا كبيرا جدا. اليوم كل الشعب الفلسطيني يحيي هذه المناسبة ويحيي هذا التضامن في كل البلدات الفلسطينية، وسوف تستمر وتتصاعد أكثر وأكثر. رسائل للمجتمع الدولي بأن يتحرك وأن يتخذوا أن يقفوا عند مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوضع حد لما تقوم به إسرائيل من إجراءات قمعية تجاه الأسرى داخل سجون الاحتلال، أن تلزم إسرائيل باحترام المعايير الإنسانية في التعاطي مع الأسرى، أن تكف عن تجريد الأسرى من كرامتهم والتعامل معهم كأنهم ليسوا من بني البشر. شعبنا الفلسطيني كله جاهز لهذه المعركة للانتصار بالأسرى والمعتقلين، لن يسمح للاستفراد بالحركة الأسيرة، وشعبنا لن يسمح لإسرائيل التي تريد أن تقول للأسير أنك وحدك ولا أحد يساندك، ستقول أن شعبنا الفلسطيني كله يسانده، كله يقف إلى جانبه. ما هو مطلوب من كل الشعب الفلسطيني بما فيه المستوى الرسمي بما فيه القيادة السياسية، مطلوب منهم أن يقصروا أيام الإضراب، أن يضغطوا بكل علاقاتهم على هذا الاحتلال ليلبي المطالب حتى ينتهي هذا الإضراب في أسرع ما يمكن. بما في ذلك نشر القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون ومن هنا